فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تأخير صلاة الجنازة لمدة يوم أو يومين حتى يشهد الصلاة عليه أقاربه وعدد كبير؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، يسرع بها إلى قبرها ولا تحبس. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يبادر بالجنازة، والباقين اللي ما حضروا يكفي أنهم يدعون له في أي مكان، يستغفرون له. نعم.